فضيحة أخلاقية وابتزاز مادي، إحالة 3 أعضاء هيئة تدريسية بجامعة الفرات للتحقيق. وإليكم تفاصيل الخبر. كشف رئيس جامعة الفرات بسوريا التابع لنظام الأسد طه الخليفة عن إحالة 3 أعضاء هيئة تدريسية في الجامعة إلى مجالس تأديب، وذلك في كليات البتروكيمياء والحقوق والتربية. وقد أكد الخليفة أن القرار جاء بعد مخالفات لا أخلاقية من أحد أعضاء الهيئة التدريسية، إضافة إلى تسريب الأسئلة مقابل مبالغ مادية مع بيع الأسئلة لإحدى الفتيات التي سربتها لغيرها من الطلبة. وخلال اليومين الماضيين انتشرت تسجيلات صوتية ومصورة لأحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الفرات وهو يتحدث بألفاظ غير أخلاقية محاولا ابتزاز إحدى الطالبات. ولفت الخليفة إلى تشكيل لجنة دققت بالموضوع ليصار إلى اتخاذ قرار بإيقافهم عن العمل لمدة 3 أشهر، مبينا إنهاء تكليف 2 منهم من منصبهما كنواب للعميد. وقال أن القرار النهائي يصدر من مجلس التأديب الذي يرأسه قاضي للتحقيق في الموضوع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.